للمزيد ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام مباشرة من مقر انعقاد هذا المؤتمر. عوض، أنا برحب بك إلى هذه الجولة الاقتصادية، نسخة رابعة، نسخة هي الأكبر من حيث عدد المشاركة، نتحدث عن قرابة 1000 شخص من 56 دولة وممثلين عن رابطة الجاليات المصرية في مختلف الدول. كيف تبدو الأجواء لديك عوض؟ نعم ندى، الأجواء هنا في القاعة الرئيسية للمؤتمر مزدحمة للغاية، وهو ما يعني أو ما يفسر بأن هناك إقبال كبير للغاية من كل الحضور. والمعلومات تتحدث أيضا عن أنه كان هناك أرقام أكثر من ذلك، لكن القاعة الرئيسية لهذا المؤتمر ما كانت يمكن أن تحتوي كل مثل هذا العدد، فتم اختيار هذا الرقم. نتحدث عن 1000 شخصية هم يمثلون كل المصريين في الخارج، وهو رقم كبير للغاية لم يتكرر في المنتديات والأيام السابقة التي أجريت على هامش هذا المؤتمر أو النسخ السابقة من هذا المؤتمر. لكن المحاور التي يحتويها هذا المؤتمر تدلل إلى أي مدى هو مؤتمرا هاما للغاية، وكذلك الجلسات التي ما زالت مستمرة حتى الآن. فهناك محاور سياسية واقتصادية واجتماعية يتعايش معها المصريون في الخارج ويتفاعلون فيها مع كل القضايا الوطنية. تعلمين ندى أن المصريون في الخارج هم قسمين، القسم الأول إما هو مهاجر على مدى طويل من الزمن، وهناك أجيال من الجيل الثاني والثالث والرابع متواجد خارج الحدود المصرية، ولكن هذا يحتاج إلى ربط دائم مع الدولة المصرية، وهذا ما تقوم به وزارة الهجرة بشكل كبير للغاية للاستفادة من الكوادر المصرية في الخارج الذين ينتسبون للأمة المصرية من خلال جنسيتهم التي لم يغادروها بعد. جزء كبير من هؤلاء الأجيال ما زالوا يحملون الجنسية المصرية. القسم الثاني هم المصريون الذين يعملون بشكل مؤقت عام أو عامين إلى 10 أعوام ثم يعودون مرة أخرى، أو ما زالوا بالفعل مرتبطين بالدولة المصرية ويعودون إلى مصر في الأجازات الرسمية. لكن الدولة المصرية من خلال وزارة الهجرة لديها رؤية واستراتيجية تتعامل مع كلا الطرفين وتخاطب كلا الطرفين وتحل المشكلة لدى الطرفين. وبالتالي الجلسة الأولى التي بدأت وما زالت مستمرة حتى الآن هي جلسة اقتصادية بالدرجة الأولى، تحدث فيها وزير المالية وكذلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى مسؤول من اتحاد البنوك أو نائب رئيس اتحاد البنوك المصرية. إذا بدأنا بحديث وزير المالية وكان حديثا مهما للغاية، لأن الأسئلة كانت تعبر عن ذلك أن هناك هم كبير للمصريين في الخارج للحديث عن القضايا الاقتصادية وأين موقع الاقتصاد المصري من إقليميا وعالميا، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها الدولة. وزير المالية تحدث ندى في البداية بأن لديه تجربة شخصية، هو نفسه عاش خارج مصر نحو 15 عاما، فبالتالي يعرف إلى أي مدى تلهف المصريين في الخارج للتفاعل مع كل القضايا المصرية ومنها الملف الاقتصادي، وتحدث عن السياسات المالية للدولة التي عملت عليها منذ فترة طويلة للغاية، وكذلك معدلات النمو التي نتطلع إليها والسياسة التي تقوم عليها الدولة المصرية للحد من عجز الموازنة، وحديث يطول في هذا السياق. ثم تحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار وقال بأن الاستثمار في مصر يحظى اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، وأن مصر من خلال مؤسسات الحكومة المصرية هي دوما في صف المستثمر المصري بالذات القادم من الخارج أو المصري الموجود حاليا، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب والعرب على حد سواء، وتحدث في ذلك عن إصلاحات تشريعية ومالية في هذا السياق. لكن نقطة مهمة لفتت نظري للغاية تحدث فيها مباشرة مع المصريين في الخارج أن الصورة الخاصة بالاقتصاد المصري لا تعتمد على سياسات مالية محددة خاصة، مثلا نتحدث عن ميزة نسبية في قطاع السياحة، قال لا، مصر لديها إصلاحات في كل القطاعات ولديها ميز نسبية في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية. واليوم ضرب مثلا وقال، وأنا أحدثكم على الهواء الآن، هناك الوكالة الدولية للفضاء ناسا تقوم باختبار لأحد المنتجات التي قامت بالفعل بإنتاجها شركة مصرية يمتلكها شاب مصري لم يتعدى حاجز 30 عاما، وأسس هذه الشركة على مدار 5 سنوات مضت وقام بتصدير حتى هذا التوقيت 80 مليون دولار. وهو يدلل في ذلك أن مصر لديها قدرات كبيرة في كل القطاعات وليس في قطاع معين. أخيرا تحدث نائب رئيس اتحاد البنوك المصرية وقال بأن هناك اهتمام كبير للغاية في اتحاد المصارف العربية والبنك المصري، وأن البنك المركزي خطى خطوات واسعة في اتجاه جذب مزيد من الاستثمار وتسهيل مهمة تحويل المدخرات المصريين في الخارج وتذليل كل العقبات في ذلك السياق، مؤكدا بأن الأسبوعين الماضيين شهد حدثا كبيرا للغاية هو تدشين البنوك الرقمية، وهي فلسفة جديدة يعمل عليها البنك المركزي مؤكد سيستفيد منها المصريون في الخارج. وكانت هناك يعني رؤى متبادلة ما بين الطرفين
طوال الجلسة التي يبدو أنها انتهت الآن، وسيكون هناك مؤتمرا صحفيا لوزيرة الهجرة ستلخص فيه أهم ما جرى حتى هذه اللحظة. ولكن أخيرا الجانبان الآخران من الندوات التي ستنطلق بعد قليل، المحور الاجتماعي ونتحدث فيه عن قضية التواصل المستمر بين الحكومة المصرية مع المصريين في الخارج، بالإضافة إلى الملف السياسي، وهنا حديث مهم للغاية عن المشاركة المصرية في كل جوانب الحياة السياسية المصرية. والحوار الوطني بالمناسبة تحدث في ذلك بشكل مستفيض للغاية. هذا ملخص المشهد لهذا المؤتمر الذي ما زال مستمرا حتى الآن، ويمثل فعليا ندى هو المظلة الأهم لكل المصريين في الخارج، ونتحدث عن 12 مليون مصري حتى الآن، الأرقام الأولية تتحدث عن ذلك. تفضلينا. طيب عوض، إذا ما تحدثنا عن هذا المؤتمر المعني بشؤون المصريين في الخارج، في الحقيقة بعض المنجزات تم تحقيقها في نسخة هذا المؤتمر الثالثة فيما يتعلق بإعفاءات جمركية قدمت للمصريين في الخارج، قروض منحت للمصريين في الخارج، أسعار تسهيلية لوحدات سكنية أيضا للمصريين في الخارج. يعني كما تفضلت وذكرت عوض، الشق الاقتصادي ليس فقط الشق المعني بالحديث للمصريين في الخارج، ولكن الاجتماعي المجتمعي والسياسي ما إلى آخره. إذا كانت هذه الجلسة تطرقت إلى الشق المعني بالاقتصاد، هل تحدثت مع أحد لربما مهتم بشكل أو بآخر بالجزء الاجتماعي أو الخدمي عوض؟ مظبوط. سأبدأ فقط من الملف الاقتصادي، لأن هناك نقطة مهمة للغاية اليوم سيتم الإعلان عنها بشأن الشركة المساهمة. ستكون هناك إحدى المطالبات التي توصل إليها الاجتماع الثالث للمصريين في الخارج، واليوم سيتم الإعلان عنها بشكل مستفيض للغاية، معنية بشكل كبير عن شركة مصرية للاستثمار يشارك فيها المصريون في الخارج. ميزة المصريون في الخارج ربما مقارنة بعدد كبير من الدول الآسيوية والأفريقية أن المصريون في الخارج هم مبدعين وليسوا فقط عمال، هم لديهم قدرات جبارة للإبداع. ولذا نرى المصريون في الخارج أو المصري إذا ما خرج خارج الحدود المصرية واتيحت له الفرصة على الفور يتولى مناصب قيادية للغاية. فبالتالي النماذج المصرية التي تم استعراضها اليوم من خلال تجارب كبيرة للغاية تؤكد بأن لدينا الكثير من القدرات المصرية في الخارج، تحتاج إلى إتاحة الفرصة هنا داخل مصر. فهذه نقطة بالمناسبة طالب بها عدد كبير من الذين تحدثوا، لأن الجلسة كانت ما بين ذهاب وإياب ما بين الذين كانوا حضورا في الجلسة مع المحاضرون في المنصة. والحديث اليوم عن هذه الشركة أو الإعلان المجلس التأسيسي لها نقطة مهمة للغاية. نعم. تحدثت ندى بالفعل على موضوع الرسوم الخاصة بالسيارات المصرية في الخارج، ويمكن للمصريين أن يأتوا هذه كان أحد أهم المطالب في المؤتمر السابق، واستجابت لها الحكومة المصرية على الفور. تخفيض التذاكر على الطائرات أو تذاكر الطيران للمصريين القادمين في الخارج. الملف الذي تحدثت عنه خاصة بالجانب الاجتماعي هو ربط الشباب والجيل الصغير للغاية من المصريين في الخارج لدى الدولة المصرية. هذا كتيب بسيط للغاية، يعني طبعا لو ترينا الآن هو صورة توت عنخ آمون، هذه الصورة الأبرز لكل من يعرف مصر في الخارج في كل دول العالم. نعم. وفقط مسطر بكلمة واحدة هي مصر. داخل هذا الكتيب تعريف لكل التسهيلات والإنجازات التي تقدم وقدمت بالفعل في الدولة المصرية، وتسهيلات عظيمة تقدمها الدولة المصرية لمزيد من جذب الاستثمار في الخارج، وتسهيلات كبيرة. هناك حالة من البهجة والفرح والاحتواء الذي رأوه هؤلاء الحضور داخل هذا المؤتمر الذي سيبقى مستمرا ربما حتى ساعة متأخرة من الليلة، لأنه هو ليوم واحد فقط. وسنستمع ونتابع من خلال إكسترا نيوز أهم التوصيات التي سيأتي عليها هذا المؤتمر المهم للغاية. عودة لك ندى. نعم، أنا في الحقيقة بشكرك جزيل الشكر العزيز عوض الغنام من مقر انعقاد مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، وبالطبع سنتابع معك مزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمر على مدار اليوم. شكرا جزيلا لك عوض.